مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك. السلام عليكم متتبعي القناة، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم عاودت وليت لكم بوصفة جديدة، يعني هي طريقة تحويل الفول السوداني إلى بيستاش، يعني نكهة البيستاش، وحتى شكله يبان كأنه بيستاش. هنا عندنا ملون أخضر، عندنا أغوم تاع البيستاش، وعندنا شوية ماء. يعني الفول السوداني ولا الكاوكاو يكون محمص ومرحي، يكون شوية خشن. يعني عندنا كاكاوات كولورون فير و اغوم دو بيستاش، هذه هي اي ان بو دو. يعني هادو هما المقادير اللي حنستعملوهم حنا في الوصفه هذه. دون ان ريسيبيون نديرو شويه تاع وسمو كولورون وهذاك لاغوم، ونزيدو له ان بو دو، يعني شويه ماء. يعني نديرو هذا الملون الاخضر والعطر ونزيدو له شويه تاع الماء، يعني باش نتحصلوا على خليط يكون شويه سائل هكذا، باش نتحكموا في اللون. يعني انا نضيفه تدريجيا باش نتحصلوا على اللون اللي انا حابينه. انا ما حبيتوش يكون اخضر فاقع بزاف باش يبان ناتورال. يعني لبنا بلي صح الفيغ بيستاش يكون كي نرحيوه ولا ما يبانش كامل خضر. انا ينضيفه حتى نتحصلوا على اللون اللي انا حابينه. يعني انا هنا كنت نزيد في الكميه، درت هكذا ونبدا نضيف الكميه تدريجيا، هذه هي، وبعدها نجفوه. دوك نوري لكم انا، يعني انا واش استعملت. تقدروا ديروه في سنيوه وتحطوه في الفوغ، وتقدروا تاني تحطوه غير هكا في الهواء حتى ينشف لكم. يعني انا كنت شويه مبريسي حطيته في الفوغ نشف لي شويه. هذه نقعدوا نضيفوا في الماء حتى نتحصلوا على اللون، ونضيفوا الكولورون والعطر. هذا يعني العطر حيزيد لنا النكهه، يعني تحسوا بلي راكو تاكلوا في البيستاش. بالنسبه للون تاني يعني النكهه هذيك ما حش تكون كافيه باش تلون لكم. هنا انا كنت تشوفوا نضيفوا تدريجيا، يعني ما تضيفوش دفعه واحده باش ما يخسر لكمش. يعني يجيكم يمكن اللون يجيكم فاقع بزاف وما تقدوش تعاودوا يعني تصححوه. هذه انا راني نضيف كي نشوف اللون مازال ما لحقش اللون المشابه، يعني يكون ناتورال شويه طبيعي شويه. هذه يعني اللي يحب يزين بالكاوكاو من الفوق في حاجه يعني تبان باهيه، خير ملي يديروا كاوكاو يكون هكا طبيعي، يعني هكا بالملون يكون احسن. ومليح لتزيين الحلويات ولا اللي ما عندهاش، وهذا يعني يكون اقتصادي، وتانيت في المنظر ديالو يكون شباب. هنا كنت تشوفوا فيا ديجا في الصوره راه يتبان بلي بدينا نلحقوا للون المناسب. هكذا نقعد نضيف تدريجيا، ما ترميوش دفعه واحده، لانه يمكن تتحصلوا على لون اخضر فاقع وراه ما حش يكون يشبه للون الطبيعي تاع الفستق. يعني حاولوا نتوما كيفاش تضيفوه تدريجيا، يعني على دفعات. هكذا حتى يدخل له بيان لون. كنت تشوفوا هنايا وبدا بديت نتحصل على اللون هذاك تاع لو فيغ بيستاش، بدات النتيجه تظهر. هذا يستحسن يعني تستعملوه يكون نشف شويه. نقول لكم علاه، باسكو انا اون فوا استعملته وما خليتوش نشف، يعني طلق لي هذاك الكولورون طلق لي في الحلوه. يعني يستحسن تخلو هذاك الكولورون يمتص الكاوكاو، يعني الكاوكاو يتلون خلاص، يعني ما يقعدلكش الكولورون راهو في الكاوكاو هكا غير من الفوق. انا نديروه في سنيوه، ولا حبيتو ديروه في تخلوه هكا في البلاطو تاعكم هكذا وتخليوه ينشف،
ولا ديروه في الفوغ واحد ميم با 5 مينوت، ولا يكون الفوغ سخون طفيوه ودخلوه لداخل وخليوه ينشف، يعني ماشي تقليوه ولا تخلوه يطيب، يعني جوست راح ينشف برك بيسكو هو اصلا هو محمص. يعني هذه هي طريقه بسيطه وسهله وفي متناول الجميع. هنا راح نضيف انا شويه، مازال ما قنعتنيش، ما قنعنيش يعني اللون، يعني كنت حباته شويه يبان، يعني يبان شويه طبيعي ناتورال. هذه نضيفوه حتى نتحصلوا على اللون اللي يكون يقنعكم ويكون لون شبيه للون الطبيعي تاع الفستق، يعني ما يكون اخضر فاقع ما يكون باهت. هلا كتشوف يعني نفتتو هكذا، ندخل الكولون مليح في الحبه في هذا الكاوكاو ولا الفول السوداني. يعني انا درتو في لتزيين تاع البقلاوه جات روعه، يعني ما شاء الله. شوفوا يبان يعني ما راهو فاقع فاقع، ما راهو يعني باهت، اللون ديالو جا ما شاء الله روعه. هاي صوره واضحه قدامكم، انا هنا كنت زينت به البقلاوه التركيه المبرومه، يعني جا روعه يعني ما شاء الله. يعني وتقدري تستعمليه في استعمالات اخرى، في حلويات واحده اخرى، يعني راح يعطيك منظر شباب واقتصادي، يعني بدل ما تستعملي الفستق اللي حيكون مكلف، يعني الكاوكاو راه فيه متناول الجميع وفي متناول الفئه البسيطه. نعرفوا بلي في رمضان يكون مصروف بزاف، ومن بعد يجي العيد صافي يكون شويه الناس راهي تحوس حاجه اقتصاديه. هذه هي هنا انايا بعد ما كملت، دوك نخليها هكذا ينشف. هذا هو كان الشكل ديالو، يعني ويبان ناتورال، الصوره راهي واضحه. هذا هو الفستق تاعنا، الفول السوداني بلوتو، انا حتى كي نشوف فيه ويبان لي صح فستق دار بيستاش. نتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي، وما تنسونيش بالاشتراك واللايك في القناه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. مع السلامه. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف